المحادثة الثالثة. Üçüncü konuşma. الخادم وحسن. Dinleyin. هذه الغرفة مطلة على الشارع. أين المرحاض والحمام؟ هما في ركن الغرفة. هل الماء الساخن متوفر؟ نعم، يمكنكم الاستحمام أي وقت شئتم. أين نضع ملابسنا؟ تضعونها في ذلكم الصوان. أبالفندق مطعم؟ نعم، وطباخنا ماهر، يعد أطعمة شهية. هل نستطيع الآن أن نتناول الغداء؟ آسف، إن موعد تقديم الغداء من الساعة الواحدة إلى الثالثة. لا بأس. dinleyin ve tekrar edin. هذه الغرفة مطلة على الشارع. أين المرحاض والحمام؟ هما في ركن الغرفة. هل الماء الساخن متوفر؟ نعم، يمكنكم الاستحمام أي وقت شئتم. أين نضع ملابسنا؟ تضعونها في ذلكم الصوان. أبالفندق مطعم؟ نعم، وطباخنا ماهر، يعد أطعمة شهية. هل نستطيع الآن أن نتناول الغداء؟ آسف، إن موعد تقديم الغداء من الساعة الواحدة إلى الثالثة. لا بأس. بدل على الشكل التالي. Aşağıdaki şekilde değiştirmeleri yapınız. Dinleyin. Birinci değiştirme. هذه الغرفة مطلة على الشارع. هذه الغرفة مشرفة على الشارع. İkinci değiştirme. المرحاض في ركن الغرفة. المرحاض في تلك الزاوية. Üçüncü değiştirme. هل الماء الساخن متوفر؟ هل المصعد معطل؟ هل بالغرفة هاتف؟ هل تقدمون طعام الإفطار؟ هل تأتون بالطعام إلى الغرف؟ دördüncü değiştirme. لا، ليس الماء الساخن متوفرا. لا، ليس المصعد معطلا. لا، ليس بالغرفة هاتف ولا نقدم طعام الإفطار. لا، ليس عندنا من يأتي بالطعام إلى الغرف. beşinci değiştirme. تضعون ملابسكم في ذلكم الصوان. تضعون ملابسكم في هذه الخزانة. altıncı değiştirme. أبالفندق مطعم؟ أبالفندق قاعة محاضرات؟ yedinci değiştirme. هل نستطيع الآن أن نتناول الغداء؟ هل نستطيع الآن أن نتناول العشاء؟ هل نستطيع الآن أن نتناول الفطور؟ sekizinci değiştirme. آسف، إن موعد تقديم الفطور من الساعة السابعة إلى العاشرة. آسف، إن موعد تقديم الغداء من الثانية عشرة إلى الثالثة. آسف، إن موعد تقديم العشاء من السادسة إلى التاسعة.